السلام عليكم وحياكم الله متابعينا الغالين، متابعين قناة عرب جي تي. معاكم اليوم في برنامج جديد، برنامج أبطال الهيمي. برنامج الهيمي هيروز راح ياخذكم مع عدد من ملاك السيارات الشهيرة، سيارات الهيمي. حلقة اليوم مع واحد مميز جدا، يعتبر عراب في الدوج، له خبرة طويلة في السيارات وفي الدوج تحديدا، أسس كثير من أندية ومحبين ملاك الدوج في العالم العربي، وعنده اليوم في حلقتنا مفاجأة سيارته الجديدة اللي أول مرة يعرضها، ويقول أنها راح تستمر معاه ما نعرف. تابعوا معانا قصة عبد الرحمن العديل وشوفوا معانا في حلقة الهيمي هيرو. حيا الله بديل، نورة الرياض. اهلا وسهلا، منورة بهلا. انا بسميك عراب الدوج، ما شاء الله عليك يعني خبرات كثيرة، ولكن انا ودي انك انت تعرف بنفسك للمتابعين عن العديلي. عبد الرحمن العديل، 20 سنة. 20 سنة وبعدين 20 سنة في السيارات. اي السيارات. إيه 20 سنة في السيارات. تعرفنا على الدوج في نهاية 2005 بداية 2006، وصول منزلة التشارجر الجديدة اللي كانت الار تي. الله الهمي على عزة. اول 16 بوجي شفنا هذاك الوقت. ما شاء الله. بدا الولع من هناك، انحطت في راسي وقتها طالب في الجامعة، ما قدرت اشتريها، بس كانت هدف. تملكنا اول سيارة كانت همي 6.1، ومن هنا خلاص انت لما تدخل في دوج ما راح تطلع منها. يعني من ذاك الفتره لليوم بعت وشريت فيهم بشكل ما تخيله، كل ما بعت ارجع اشتري مره ثانيه. يعني تقول متلازمه دوج، متلازمه متلازمه دوج، متلازمه دوج، ما تقدر تطلع منها خلاص، ما في سياره بتعبي عينك بعدها. فالحمد لله بدينا بذي، وصلنا ل يعني جاء وقت كنت اتمنى اني امتلك الاس ار تي سيريز في 2015 في 2016. صدنا الاسر تي 4، سياره نادره، هذه من السيارات يمكن اللي تكون مميزه ونادره عندنا في الخليج والشرق الاوسط. هي سياره نزلت بدايه 2003 2004، كانت 2.4 دول كام اوفر هيد، 253 حصان سنجل تيربو. طبعا اللي عندي طبعا عدلناها بعدين لمباراه ستيج 3، سويتها ستروكر بعدين ما شاء الله، نهيناها الحين بال 797 الريداي. تعرف الحين اللي ما ملك الحين ومسك راحت عليه، راحت عليه. يعني سيارات جديرة انك تحتفظ فيها الحين، يعني هذا نهاية العصر الذهبي للعضلة الامريكي. سيارة 797 حصان تخلص فيها من مشاورك اليومية ذي، وانت تلقى ذي اول السيارات ذي حقت ويكند، وتخاف تطلع فيها بعد، او انك ممكن تمارس فيها في حلبة، او انك تروح سباقات فيها، لكن سيارة تخلص فيها مشاويرك 7.5 حصان إسراء وتبذير. إيش أكثر شيء حببك في الدوج؟ وأعتقد هذا واحد من الأسباب. الدوج شيء يحاكي شخصيتك، السيارات اللي طلعوها، سيارات العضل الأمريكي، سيارات تحاكي روحك، تحس بشغف، فيها روح مختلفة عن باقي السيارات. سيارات جسدت العضل الأمريكي الأصيل في أفضل صورة. سيارة بتصميم خشن، ما نبي انسيابية، نبي موتر معضل في الشارع، موتر أوفر باور، سريع في خط مستقيم، تعالي في 400 متر، تعالي في الدراج ستريب، تعرف هنا باور الأمريكي وين. وهذا اللي برعوا في دوج أو تميزوا في دوج، لما يسوون سيارة يسوونها بتخصص معين، والتخصص ذا بتكون فيه الأول، بتعطيك فيه الحلقة الأخيرة. يعني لما يدخلون فئة جديدة بيعطونك فيها الحلقة الأخيرة، ما يحتاج أنك تروح يمين ولا يسار. عاد بديل ما شاء الله عليك مشهور أيضا في حبك وشغفك في الدراج ريس، كل مرة أروح الشرقية ولا البحرين ألاقيك في وسط دراج البحرين واقف. لازم صرنا نتنفس ريحة الكفرات، صرنا نستمتع بريحة الفيول. حتى الفترات اللي ما كانت عندي سيارة سابق فيها كنت حريص أني أكون مع الشباب، أدعمهم لوجيستيك بأي شيء، يعني أكون وياهم قدر الإمكان. متعة ما تنتهي، والحين ما حد يلومك، أنت قاعدة تمارس هوايتك في مكانها الصح. يعني أتوقع بتمر سنين والسيارة ذي متربعة في العرش، 797 حصان الرداي،
يعني تخيل ان انت عندك كل هالمواصفات الرياضيه الادائيه في الشارع مصحوبه بسيت مريح اوسع كوبي ممكن الحين تركبه امريكي. يعني انا بالنسبه لي مع عيالي الله يحفظهم انا اركب ورا مرتاح، انا طولي 182 اركب ورا مرتاح، عيالي يركبون ورا مرتاحين، ما كنا ترى كوبي. اعتقد الكوبي الوحيد اللي اللي جيت تتزوج لا تبيعه لانك بتندم. تقدر تاسس اسره فيه ما عندك مشكله يعني. اكيد طبعا الطرب الاصيل اللي قاعد تسمعه من داخل السياره اكيد اكيد. بعض السيارات يقول لك حطوه في المسجل. احنا ما نحتاج نسمع في السماعات، احنا نسمع بيور يضرب في المخ تشم ريحه التواير. تدري انا ما في شرايح في الكفرات الخلفيه تدخل عليك ريحه الكفرات. إيه. هذه ترى من البدايه من ايام السكس وان. إيه. وهي موجوده لازم يخلونك تشم، لازم تشم وتحس وتسمع شيء حكي حواسك الخمس عاد غير ما في تذوق. ما في تذوق بس في شم في مع السواليف عن حواس الخمس والصوت والطرب. ايش رايك نركب السياره يبينا نسمع شويه الطرب حلو مع الهم اللي معانا ونكمل؟ اكيد اكيد اكيد. يلا مشينا. سؤال مهم جدا اللي هو سالفة مجتمع دوج وكيف ان قدرت تكون علاقات قوية بعد ما اخذت الدوج. احنا اول شيء اشتغلنا على اللوكالي على الجروبات اللي على المدن. حلو. وبدأنا نسوي ايفنتات صغيرة. طيب. على مستوى المدن بعدين بدأت تكبر، بدأنا نجمعهم على مستوى المملكة في الرياض. طيب. بدأ يصير عندنا كونكشن، بدأنا نطلع الدجاوية القدماء اصحاب ملاك الكلاسيك، بدأنا نحط عليهم فوكس، بدأنا نحط عليهم هنا الضوء، نفس الشيء الملاك، بدأنا نحببهم في السيارة، نعلمهم عن السيارات ذي، نفيدهم في الصيانة، نفيدهم في توفير قطع الغيار، نخليهم يحبون السيارة أكثر، يعني يتعلم على مزاياها، يتعلم شلون يستفيد من المواصفات اللي فيها. كل هالأشياء ذي ما تجي ترى مع التواصل مع المجتمع اللي أنت اللي سواء اللي أنت اشتغلت عليه وسويته أو الجروبات اللي في المناطق. حلو. يعني ما شاء الله أنت قاعد تتكلم على تثقيفي قبل يكون تثقيفي بحت. في البداية كان تثقيف بحت، بعدين دخلنا على الترفيه، الشباب اللي عندهم هواية معينة مثلا أو رياضة معينة في السيارة زي الدراج أو الدريفت أو أوتو كروس أو السباقات بشكل عام، نحاول نحن نوجههم نعلمه الطريقة الصح كيف يطور رياضته، كيف يتجه للمكان الصحيح. ترى الحين لما تصير بطولات المملكة حقت الدراج تشوف عدد الدجات المشاركة، ترى مو شيء بسيط. والله جهود تشكر عليها وفعلا يعني لمسناها في المنطقة. خلينا نركز الحين على سؤال أنا يهمني جدا، ليش اخذت الريد اي؟ ليش الريد اي؟ طبعا هذا تصريح اول مره يعني تطلع السياره هذه في الميديا عن طريق قناه عرب جي تي مع برنامج الهيمي هيروز، فالان الجمهور يبغى يعرف. اول شيء احتكينا ابو سعود في احتكاك شبيه صويح. المشكله ما في خيارات الوان كثير، بس الريد اي هو الحين الحلقه الاخيره خلاص، ما في في 8 راح الفي 8، السيارات المصر اللي تجسد لك الشغف الحلو وجو العبر الامريكي بدا خلاص يموت، بدات الشركات اصلا توقف سياراتها، يعني حتى الشركات المنافسه بدات تنهار. احنا الحين في نهايه العصر الذهبي، احنا وصلنا عصر ذهبي في القمه مع دوج. مع دوج اكيد السياره ذي الحين هي على عرش العبر الامريكي. نعم. من نزلت في 2019 لليوم هي اقوى مصل ماس برودكشن كباور الريداي. انك تمتلك السياره ذي اكيد انها حلم لبعض الشباب. انا والله حرصت يعني ضغطت على نفسي ماديا عشان اخذ واحده لانها خلاص بعدها ما في فعلا. تتوقع الاسعار راح تعلى السنه الجايه؟
والله عاد اعرفك ما شاء الله تشتري. هذا هذه المشكله، هذه المشكله اكثر الاكثر اللي من حولي اللي يدرون اني اخذته يقول لي تراك بتبيع هذا رك. ما ادري ان شاء الله اللي ما اضطرني ابيع. انا عارف ان اسعارها راح تعلى الفتره الجايه بحكم انها اصلا السيارات اللي تجينا المنطقه عن طريق الوكلاء قليله، حتى مو بس في السعوديه حتى في دول الخليج العدد مو كبير. فانا حريص جدا ان تكون عندي ذي السياره. يعني انت تشوف التشالنجر ترى يعني فيه روح الدوج صح، اوكي من نزل في السبعينات لليوم فيه روح الدوج، لا زال يعني متمسك بالديزاين الكلاسيك، ما تلقى ذا في اي سياره. ناهيك ناهيك عن الجلسه الحين اللي جالسينها كذا مريحين الامور تمام، قاعد على كنب اوكي على كنب مريح، ولا سياره ما تحس حتى بابعادها، طاراتها الكترونيه كهرب سهل انك تتحكم فيها بصبعك، ايش تبي اكثر من كذا راحه؟ طبعا انا اعيد واكرر ترى متعتها متعه الدوج في السفر بشكل، ترى دي مو بس في الريد اي، في كل موديلاتها حتى الست سلندر، جرب تسافر حتى في الست سلندر راح تنصدم من النتيجه، راح تنصدم، راح تحبها اكثر في الخطوط، السفر فيها جدا ممتع، ما ودك ان الخط يخلص. عندي سؤال عاد مهم جدا الحين يا ابو عديل، ايش يعني لك انك تكون وتربح لقب الهيمي هيرو؟ طبعا احنا راح نفتح التصويت والجمهور المتابع اكيد راح يشوف القصص وراح يختار افضل قصه وافضل شخصيه يشوفها، ولكن افتراضيا لو فزت في اللقب ايش يعني لك اللقب؟ بالعكس يعزز مكانتي، وبالنسبه لي يعني يقربني من الجمهور اكثر، يعطيني دافع كبير اني استمر في عطائي وحبي لهالبراند واستكمال يعني للمسيرة اللي ما أتوقع أنها بتوقف. يعني ما خلاصنا، أنا عارفين أنها بيوقف الهمي وبيجي شيء أقوى من الهمي أكيد مع دوج ما تضمن مفاجآت، ما توقف ما توقف. الفايبر وقف 2010 توقعنا أنه انتهى وفاجأونا فيه في 2013، الهمي قالوا أنه في 2018 راح ينتهي وفجروها بالديمن جاء لها الطرف هذا، أعطينا طرف سريع دعسة سريعة. اسمع 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 يا ويلي يا ربي سوبر تحس عندك قاعد يونون. يا أخي ما شاء الله عليك أطربتنا لا من السيارة ما شاء الله ولا من السواليف الحلوة اللي رجعتنا ل 2006، كلمة أخيرة تقولها للمتابع. صحيح، بدأ الولع 2006 ولليوم 2023 ما انتهى. إن شاء الله عجبتكم قصتي، صوتوا لي عشان أكون الهيمي هيرو.